حقق المنتخب السعودي مفاجأة مدوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في افتتاح مبارياته في البطولة. حملت ثنائية الأخضر السعودية توقيع كل من صالح الشهري وسالم الدوسيري، فيما جاء هدف الأرجنتين الوحيد عن طريق النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء. وشهدت المباراة إلغاء 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين في الشوط الأول بسبب التسلل. وبهذا الفوز حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في بداية مشواره نحو بلوغ دور 16. وتكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة، حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود، هل لك أن تطلعنا على الأجواء لديك بعد هذا الفوز التاريخي المدوي للمنتخب السعودي على الأرجنتين؟ برحب بك يا ريام، اكيد، وبرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. طبعا مفاجاه كبيره جدا، ومفاجاه كانت رائعه من المنتخب السعودي، تفوق كبير على المنتخب الارجنتيني اللي كان مرشح الاول للفوز بالبطوله، ولكن اداء قوي جدا من المنتخب السعودي بقياده هيرفي رينار، واحد من افضل المدربين اللي قادوا منتخبات كبيره جدا في افريقيا، وعامل اداء رائع اكتر من رائع مع المنتخب السعودي. مش قادر اقول لك الاجواء هنا عامله ازاي. الجماهير السعوديه طبعا بسبب ان قطر والسعوديه على الحدود بالظبط مع بعض، بدات تتوافد الجماهير السعوديه بدايه من اول امبارح بكثره كبيره جدا جدا، وامبارح كانوا مالين كل الشوارع في الدوحه. النهارده كان في مسيره كبيره جدا قبل المباراه، دخلوا على الاستاد وكان الاستاد كله تقريبا 3/4 سعوديين. عاوز اقول لك بعد المباراه الجمهور السعودي عامل مسيره كبيره جدا من الاستاد اللوسيل لحد اللوسيل بوليفارد، ودي احدى الفان زونز او احدى مناطق المشجعين اللي موجوده في مدينه الدوحه. كل الجماهير السعوديه مبسوطه وفرحانه، اهازيج واناشيد وفرحه في كل مكان. وفي نفس الوقت الجماهير الارجنتينيه في حسره كبيره جدا جدا، بعد برضه هم اعدادهم كبيره جدا، يعني يمكن اقول لك اكثر 3 أو 4 منتخبات ليهم جماهير هنا، ممكن نقول المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي والمنتخب الارجنتيني والبرازيلي. ولكن الارجنتينيين امبارح بعد ما كانوا متفوقين بشكل كبير في سوق واقف، اكثر من 10,000 متفرج كانوا موجودين في سوق واقف، قفلوا سوق واقف، ولكن طبعا بعد المباراه كلهم اختفوا خالص عن الانظار، والجماهير السعوديه هي اللي ماليه كل الاماكن. في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه ده، في مباراه تونس وتونس حاليا بتلعب مع الدنمارك، مباراه قويه جدا انتهى الشوط الاول بالتعادل 0-0. ايضا الجماهير التونسيه موجوده هنا بقطره كبيره جدا، اكثر جاليه عربيه موجوده بعد الجاليه المصريه في قطر هي طبعا الجاليه التونسيه. كل التوفيق طبعا، نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية، ولكن مش قادر أقول لك الأجواء هنا فعلا أكتر من رائعة. المنتخبات العربية النهاردة أخيرا بدأت تأدي مستويات كويسة بعد طبعا الأداء اللي كان مخيب جدا في مباراة الافتتاح ما بين قطر والإكوادور، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل المنتخبات العربية. أشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.